سلام الخوت ديالي، قبل ما نبدا الفيديو ديالي بغيت نقول لكم بانني راني الحمد لله والشكر لله وريت لكم كي كنتو كوليتو. دابا صورت لكم العبار ديال فاطمه الطاطاويه شحال كتزن باش تعرفوا ان الحسه ديالتنا راه فيها مصداقيه كثيره. الحسه ديالتي اللي كنصايبها بهاد اليدين هادو يا خوتي. المهم الحمد لله على ثقتكم وشكرا لكم بزاف. اللي بغيت نقول لكم ان اللي بغات الحسه انها راه دابا موجوده الحمد لله، لحقاش حنا عندنا شركه يا خوتي باش غير تعرفوا عندنا شركه خاصه الحمد لله ديالتي مشاركه فيها لبنى ومشاركه فيها حبيبتي ساره متكلفه بهذا الشيء ديال التجميل ديال الوجه ديال لي ماسكات، هذا الشيء برودويات ديال السنان وكل شيء، كل واحد قسمنا عليه المهام وانا مكلفه باللحصه كان قد على حقاش الانسان كيبغي اللحصه من يديه كيف ما كنقولوا. واختي لبنى مكلفه بالجاليه باش كتهنينا للناس الجاليه اللي في الاسبان واللي قريب ليها تما، والحمد لله خبر اللي هو مهم باننا راه كاينه الارساليات اللي كتوصل لك كلشي حتى باب الدار. المهم حنا كنرسلوا العالم كامل باش امنها غير تكون فراسكم، العالم كامل كتوصلوا مع اختي ساره كتعطيوها المعلومات ديالكم وهي كتوصل لكم في البلاصه، والحمد لله كتوصلكم الامانه حتى لباب الدار بلا ما تعذبوا بها بلا حتى شي حاجه. اللي كيقول لي الحصه فاطمه كنتي دايره لها 50 درهم هذيك الساعات اختي فاش باقي ما غلات الوقت، ما دابا راه اللوز والشوجه وهذه راه ثمن خيالي وحق الله العظيم ما كنزيد عليكم حتى شي حاجه. داكشي علاش دايره القرعه الصغيره 100 درهم والكبيره 3000 ريال اخوتي، ثمن مناسب لاي واحد. هادشي اللي كاين اخوتي، والبرودويات ديال سميتو راه لواك الحمد راه بداو كيخرجوا من تجاب ديالنا وجربوهم الناس، كاين اللي كياخذ 3 و4 و5 ولكن الحمد الحمد لله والشكر لله. وكاينه يا اخوتي اللي بغيت نقول لكم اللحسه راه ماشي قرعه اللي غادي تعطيكم النتيجه غير باش غير تكون فراسكم، ماشي نقول لكم قرعه ديال 50 درهم 100 درهم هي اللي غتاكليها غادي ترجعك من فوخه في النهار، راه خص الدومه خوتي على الاقل جوج قراعي حتى ثلاثه القراعي باش كتبان لكم النتيجه ما شاء الله كما بنت فيا انا. هادشي اللي كاين والدومه البنات الدومه اللحسه ملي كتاكليها راه صحتك كتبقى كيف ما هي، ما كتمشيشي ما كتطفايشي هكا دغيا كتطفاي، راكم شفتوني وراكم عشتو معايا وكتشوفوا في الفيديوهات ديالي. هادشي اللي بغيت النقطه نشرح ليها بزاف، كما غادي نقول لكم اخوتي غادي نحط لكم النمره هنا للطلب المنتوجات ديال لالا فيها كلشي الحمد لله، والتبريمه حتى هي دابا نجبدها لكم لحقاش ما ورتهاش لكم في الفيديو الجاي، التبريمه راها موجوده بواحد الرائحه رائعه داكشي طبيعي 100% واللي كتنقي الذات ديال كلها. المهم اخوتي باش ما نكثرش عليكم الهضره وتشوفوا واحد الفيديو اللي هو شيق ومؤثر لحقاش لامنا نعاوننا واحد العائله لبنى اللي كتستاهل اننا نعاونوها يا خوتي، وكنتمنى من خوتي المغاربه انهم يعاونوهم، واخا حنا حتى الحمد لله راه ما عندناش ولكن كنحاولوا نحيدوا من عندنا ونعطوا كي بحال دوك الناس ان كيعزوا عليا بدراوج، والناس اللي كي بحالي ما نكذبش عليكم والناس اللي كيتعرضوا كي بحالي والاهانات وهذه، وربي اللي عالم على اي واحد. انا دزت من الحاله ديالتي ما غاديش ننسى داكشي اللي دزت فيه، داكشي علاش كنعاونو اي واحد داز في حالتي حتى انا كنعاونو كندير اللي في جهدي، ويا ربي تعطيني انني نعاون الناس الضعفاء اللي كي بحالي يا ربي. هادشي اللي بغيت من هاد الدنيا هادي، ما بغيت حتى شي حاجه يا خوتي. نتمنى انكم تشوفوا الفيديو حتى الاخر وتقولوا لي هادشي اللي درت واش مزيان واش امنني نستمر بحال هاد الفيديوهات هادو. الله يعطيكم الخير والله ينوركم ليا يا احسن متتبعين ديالي في قناتي. المهم غادي نوري لكم التبريمه ونرجع. المهم اخوتي هذه هي التبريمه الصحراويه، عرفتي واحد الريحه الله ها هي بالاعشاب المنسمه طبيعه الحال الاعشاب ديالنا ها نتوما كيف ما كتشوفوا راها واعره فيها العشوب وفيها كل شيء، غير كتخلطيها كديريها للذات كلها لوجهك ما كتخافي منها حتى شي حاجه. اقسم بالله الا الحنه ديال طاطا اللي كنزرعوه وكل شيء ها هو حنه طبيعي ما فيه لا مواد كيميائيه لا حتى شي حاجه، وهذا الشيء مطحون بالعشوب راه ما نقول لكم والو، حتى كتشريو نتوما وكتشوفوا سلعتنا كي دايره وكتشوفوا اننا خدامين الحمد لله بيدينا، ما كيخدم لينا حد ما والو، حنا كنخدموا بيدينا كنطوروا مسائلنا الحمد لله ونتمنى من الله الله يسرنا وجميع المسلمين. داكشي علاش دابا غادي نخليكم انكم تواصلوا دابا مع اخت ساره، هذه نمره وحده من نمرات الشركه، ونتمنوا انكم تطلبوا المنتوجات ديال لالا وتشجعونا. دخلوا تشوفوا في الفيديو وان شاء الله نتمنى ان الفيديو يعجبكم، والله يسلينا وجميع المسلمين يا ربي. السلام عليكم. السلام عليكم، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. تما
كتشوفي الفيديو ديالي. نتمنى هذا الفيديو هذا يكون مختلف على الفيديوهات ديالي اللي كتشوفوا دائما. المهم كما كتعرفوا اخوتي غتشوفوا عيني راه حمرين وهذه راه حنا الحمد لله والله العظيم. بقات فيا واحد القناه من القنوات ديال يوتيوب اللي كلشي كيعرفها من ولد المرضي اللي معروف عند المغاربه ومعروف القصه ديالته اللي كانت ديجا كانت دارت ضجة في اليوتيوب واللي كان انه كانت عنده واحد الاخت ديالو كانت ولدت واحد الوليد هكذاك ماشي هكذاك حنا غادي نسموه هذاك غير ملائكه. والحمد لله داك السيد ما تخلاش على داك الوليد وما تخلاش على مول الاب ديالو. المهم راكم القصه كلها كتعرفوها على داك الانسان هذا ميلو المرضي. داكشي علاش كان له واحد الفيديو كان طلع عندي البارح وكانت حالته صراحه كتقطع القلب وبقى فيا ملي خصوصا قال بانه ما كانش عنده ليكوش ديال ريان وليكوش ديال الام ديالو وخصوصا فاش دار لي خوه ديك الحاله هذيك. انا ما نكذبش عليك تعاطفت مع داك السيد لحقاش كنت انا ديجا حسيت من ديك التجربه. انسان كيحس بواحد التجارب ما كيحسش بها غير خوه المسلم اللي ديجا انه كان عاش ديك التجربه هذيك الشيء. داكشي علاش اخوتي خارجين انا واختي لبنى. السلام عليكم مداك نتوما بخير عليكم صحتكم مزيانه بحال حلقتكم الاخت فاطمه. صراحه بقى فينا بزاف والله العظيم الانسان اللي كيدوز من ديك المرحله هذاك هو اللي غايحس. وانا كنظن بان خوتنا المغاربه كاملين غيبقى فيهم الانسان اللي كيكون محتاج راه ماشي سواء يكون داز من التجربه بلا ما يدوز من التجربه. حنا الحمد لله معروفين بالقلب الكبير وهادشي اللي كاين حبيت ديالي نعاونوها انا وختي فاطمه في سبيل الله وهادشي اللي كاين نعملوا على قد الاستطاعه ديالنا وصافي اخويا. داكشي اللي كاين اخوتي كيف ما غادي نقول لكم الانسان اللي ما كتهلاش في الام ديالو فاش هاد العيشه هادي ولينا وصلنا لواحد القيمه. مني انا الخوت كيكونوا خمسه وسته كتلقى فيهم واحد اللي هاز ميمته والثانيين واخا لاباس عليهم عندهم كلشي كتلقاهم ما مسوقينش وهادي واحد هو اللي هاز الدقيقه وصعيبه خصوصا واحد الانسان وهذا هو كما قلت لكم. سمحوا لي كان جا واحد السيد ما بغيتش نصور الكلام ديالو ايوا هذا هو اللي كاين. وحنا دابا انا صراحه فاش بقى فيا شفت الموضوع ديالي يعني اثر فيا واحد سميتو قلت والو علاش ما كنساعد داك الدري حنا كامل عندنا يا تما كيف ما كنقولوا وحسيت بالوضعيه ديالتو ما كان اللي كيوريك واخا شويه يجمع لنا ديك المسائل حنا وكنشكر ربي يخليك شكرا. هذا هو الحانوت ديالنا معروف هنا كنجي نتقدى عنده هادي وحتى هو ياك حتى هو ملي قلنا لي عاوناني المشكل وهادي باغي يعاوننا حتى هو والله عمر السلعة نقص لينا في الثمن بحال اللي كنقول لكم مغاربة دائما القلب الكبير ودائما كنتعاونوا مع بعضياتنا اللي ماشي ماديا بالكلمه الطيبه. المهم حتى هي معاونه وهذا الشيء اللي كاين والحمد لله. كنشكر خويا يوسف في هذا الفيديو هذا امين يا ربي. المهم غادي نشوفوا ملي غادي ناخذوا دابا داك الشيء اللي كان خاص خويا ميلو المرضي قال لي خاصني ليكوش وخاصني ليكوش ديال الام ديالي. قلت لي غادي ناخذوا ليك صعيب المسؤوليه صعيبه المسؤوليه وانت غير صبر بزاف هي ولا كانت على واحد انت ربي راه غادي يفرجها عليك وحنا معاك ولد الناس حتى نفرجوها عليك انت ربي غادي يفرجها علينا عاوتاني حتى حنا. هادشي اللي كاين بقاو معنا باش تشوفوا شنو غادي ناخذوا لهاد الوليد هادي وهاد العائله هادي ونرجع معاكم. كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله. ثم كيف ما كتشوفوا راه شفتوا السيد ملي نزل لي ليكوش الريان والام ديالو ايوا كيضحكني من الحانوت اختي انا ما عارفاش النفق اخويا علق لفوق وداك كيضحكني انا معاكم عافاك نشارك معاكم اي حاجه كنت جيب له الطايه خمسه يا يوسف اخر. المهم اللي هضرت مع خويا ميلود قال لي محتاج نمره خمسه ديال ليكوش ديال ولد رشيده وهذا ديال الام ديالو راه ديت ليه جوج يقضي بهم ان شاء الله يا ربي. والا خصاتو شي حاجه اخرى راه حنا معاه حتى نوقفوا معاه وهذا الشيء اللي كاين ونتمنى من الله يسر ليه وجميع المسلمين يا ربي.
نتوما لبنى حتى هي راه داخله في هذا العمل هذا خير. شكرا لك حبيبتي لبنى. ربي يخليك راه الحمد لله راه القلب اللي كيتعطي ربي يكون عندنا والله العظيم ان شاء الله يا ربي. حنا المهم راه كنديروا اللي في جهدنا نتوما باش نفرحوهم نتوما كيف ما كتشوفوا خدينا لهم داكشي على قد الاستطاعه ديالنا والحمد لله. ونتمنى من الناس علاش انا وريت هذا الفيديو راه ما وريتش هذا الفيديو الهدف انني لا درت الخير ولا ما خصكش تبيني الخير لا بالعكس والله هذا الفيديو درته للناس باش انهم يشوفوا ويقدوا انهم يعاونوا ذوك الاسره باي حاجه كانت يعاونوها على قد المستطاعه ديالتهم. داكشي علاش وريت هذا الشيء باش تعرفوا ان داك السيد مسكين كيعاني مع الام ديالو كيعاني مع طفل الرايان والحمد لله هذاك الصغير بحال هذه. ونتمنى من الله انه اننا الناس كاملين يدخلوا عنده ويشجعوا حتى هو يستاهل علاش لا. وحنا اللي قدينا عليه راه غادي نعاونوا راكم عارفين انا كيبقى فيا ولد الشعب كيبحالو كيبقى فيا واحد الانسان اللي كنشوفو كيهضر من قلبه ومن نيته الله يديرها لنا في الميزان المقبول ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي يخلي لكم وليداتك ويخليو ليا سيف الدين دعيو نتوما ربي يخليكم العزيز عليكم نتوما علاش لا وهادشي اللي كاين وربي يعاوننا ويقدرنا على فعل الخير بحال اللي كيقول امين يا سيدي ربي هادشي اللي كاين. خويا ميلود ها انا كما كتشوف راني كندير لي في جهدي يا خويا ميلود والله يخلي لك صحتك اخويا ميلود نتمنى من الله الله يسر لك يا ربي ويسر لجميع المسلمين اخويا. وبرافو ليك انك هز عائلتك هز خوتك هز عائلتك كلها. يلا غادي نخليكم اننا غادي نمشيو انا ولبنى نديكم شي بلاصه وهادي باش نقول نخي ميلود يا اسمه ميلود ميلود المربي ميلود كيمشي لي الاسم ديالك هاي دار ربي عمره ما يخيبك ولا بديتي كتعاون كتوقف مع الام ديالك وعاد مسكينه عندها ما كتخلف ما والو عرفتي راه ربي سبحانه وتعالى عمره ما يشد لك البيبان عمره ما تنقص لك شي حاجه راه الله سبحانه وتعالى وصى على الوالدين وعاد على هاد الملائكه اللي كنقول اكيد ان ربي غادي ما حرمتيش من ما خليتيش ناقص حتى حاجه ما حرمتيش من الحنان ديال الام راه دابا مسكين راه كيشوف فيك الحنان ديال الاب والام وكل شيء هادشي اللي كاين خير ديالي والاخت ديالك الله يسهل عليها شفتك واحد الفيديو قلت واحد الانسان باغي يسترها والله يسر لها الامور يا ربي ونتمنى من الله الله يداويها لك ويشافيها لك وتحياتي لك اخويا ميلود من هذا الفيديو الله يسر لك اخويا يا ربي ويعاونك على ديك العائله المتواضعه الجميله وهذا الشيء اللي كاين اخويا ميلود والله ينوركم وهذا الشيء اللي كاين يلاه بالسلام عليكم. تامل الحانوت مسكين عاوننا بالحشيش اخويا ميلود ما تقولش تامل الحانوت ما عاونكش ها هو عطاك هذه على ولدك رايان فهم الله يرحم الوالدين. شكرا اخي يوسف شكرا ربي يخلي لك وليداتك ولعزيز عليك بحال اللي تنقول وللجنات يوصل من يسير كتاب الله كتاب الله للأرواح نور تبارك مودع البركات فيه فليس لفضله أبدا قصور فمن بركاته عقل سليم كيفما كتشوفوا حنا دابا غادي نقطعونا ميلود خويا غادي نديها لحتى المحطه وغادي ندي حتى شي امور ديال الوالده ديالتي. المهم ملي غادي نمشي انا نشارك معكم ملي غادي نمشي للمحطه انا واختي لبنى ان شاء الله غادي نرجع معكم. انتما كما كتشوفوا انا دابا كنتواجد في المحطه كما كتعرفوا انا دابا غادي نصيفط لخويا ميلود الامانه ديالته وغادي نصيفط حتى الوالده الامانه ديالها باش تعرفوا انني جيت للمحطه وخويا ميلود راه حتى انا راني جايه وجبت لك المسائل وها لبنى. دابا هاد الوقيته اللي كنهضروا معكم راه 12 الليل ياك 12 و4 ديال الليل وانتم كما كتشوفوا دابا غادي نوصلوا الامانه ان شاء الله خويا ميلود ها انت كما كتشوفها وماما حتى هي غادي تمشي لها الامانه الرباط ان شاء الله يا ربي. وهنا كتنتهي المهمه ديالتنا غادي نصوروا الكار ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي
يلا سلامة خويا ميلود. انت كما كتشوف راه ركلتونا هي واصله ليا خويا ميلود، وحنا ولوبنا حنا وصلنا لك الامانه، نتمنى انك تشدها يا خويا يا ربي، والله يسر لك ندخلوا عليك واخا شويه د الفرحه ميلود اخي والله هي دخلت ماشي يلا غادي تدخل. وصراحه هضرت انه من المتتبعين ديالنا حتى هما يعاونوك، علاش لا، انا واحد متتبع الناس كرامين والقلب الكبير وكيحبونا وعلاش لا ميلود اخي تنتينا ان شاء الله يا ربي، حنا متاكدين بان راه يوقفوا معاك ان شاء الله، ونتمنى اننا نكونوا لك ببال خير انهم يتحلوا لك ان شاء الله يا سيدي يا ربي، علاش لا، والله يسر لك اخويا ميلود والله ينورك يا ربي، وحنايا معاك وكنحماقوا عليك. يلا سلام. Oh,